جيروم باويل يعلن من جاكسون هول بوضوح أن أسعار الفائدة ستبدأ بالتراجع. الرابحون بالطبع من هم الرابحون؟ الأسهم العالمية والذهب والنفط. أما الخاسر الأكبر فكان الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة. مؤشر S&P أغلق قرب أعلى مستوياته المستويات القياسية. بداية هذه خسائر الدولار أمام العملات الرئيسية. لاحظوا ارتفاعات اليورو الباوند وتراجع الدولار أمام الين في جلسة يوم الجمعة. الذهب بدوره سجل مكاسب يوم الجمعة ب 1%، يقترب تقريبا هو عند المستويات القياسية، وأيضا سجل ارتفاعات أسبوعية. من عوائد السندات بدورها سجلت تراجعات كما تلاحظون 2% خسائر. عائد السنتين دون مستويات 4%، وكل العوائد دون مستويات 4% ما عدا عائد 30 سنة، في ظل تراجعات قوية على عوائد السندات ولكن ارتفاع على السندات. من ناحية أخرى في سوق الأسهم كل المؤشرات الأمريكية الأساسية سجلت مكاسب أسبوعية فاقت 1%. يوم الجمعة رأينا ارتفاعات قوية جدا بدعم من أسهم التكنولوجيا، بدعم من الريجنال بانكس، البنوك الصغرى والمتوسطة في الولايات المتحدة، كلها سجلت قفزة يوم الجمعة. من ناحية أخرى هذه الارتفاعات أيضا انعكست على بقية الأسواق العالمية. مؤشر مثلا ستوكس 600 الأوروبي أغلق عند أعلى مستوياته في 3 أسابيع وسجل مكاسب أسبوعية للأسبوع الثالث على التوالي. أما أسعار النفط بدورها سجلت ارتفاعات قوية يوم الجمعة 2% مكاسب، خاصة ضعف الدولار أكيد يدعم أسعار النفط، وأي إجراءات لتحفيز الاقتصاد الأمريكي هذا بيدعم الطلب على النفط. ولكن الأداء الأسبوعي برنت سجل خسائر أسبوعية ب 1% وتكساس 2.4% من التراجع. علما مشاهدينا الآن بعد كلمة جيروم باويل، العقود الآجلة على الفيد فاندز تسعر احتمالية ب 37% بأنه الخفض سوف يكون ب 50 نقطة أساس في سبتمبر. هذا نقارنه مع نسبة كانت عند 25% قبل تصريحات باويل في جاكسون هول. ولكن بشكل عام للعام الجاري نتوقع خفض ب 106 نقاط أساس الأسواق قبل نهاية هذا العام. Time has come for policy to adjust. The direction of travel is clear, and the timing and pace of rate cuts will depend on incoming data, the evolving outlook, and the balance of risks. Inflation is now much closer to our objective, with prices having risen 2.5% over the past 12 months. After a pause earlier this year, progress toward our 2% objective has resumed. My confidence has grown that inflation is on a sustainable path back to 2%. Our objective has been to restore price stability while maintaining a strong labor market, avoiding the sharp increases in unemployment that characterized earlier disinflationary episodes when inflation expectations were less well anchored. While the task is not complete, we have made a good deal of progress toward that outcome.